بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا أخواننا، أنا عاوز أوجه رسالة لأخواننا أنصار السنة المحمدية بالسودان. المشكلة الأخيرة نشأت بين الشيخ محمد مصطفى عبد القادر وتلاميذه الشيخ أبو بكر آداب ومزمل فقيري. أنا عايز شباب أنصار السنة يكونوا منصفين للحق وما يقيفوا مع الشيخ محمد مصطفى لمجرد أنه الشيخ محمد مصطفى. أنا معاكم إنه الشيخ محمد مصطفى قدم وعنده جهود وعنده يعني أشياء كثيرة في حقل الدعوة وسنين عددة، ولكن هذا لا يكون مقياسا للحق، والحق أحق أن يتبع. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يا أخوان أول حاجة قال إنه الصحابة إذ قاتلوا في السلطة خالف بذلك غالبية أو أكثر أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر كفر الشيخ أبو بكر آداب وقال عنه بالاسم وبالنيم كافر، لا يورث ولا يورث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. الشيخ محمد مصطفى عبد القادر قال إنه مزمل الفقير سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جينا راجعنا الكلام البدور حول استدلالات الشيخ محمد مصطفى في تكفيره لآداب وفي قوله بأنه مزمل سب النبي صلى الله عليه وسلم، بنجد أنه الأقوال هذه تحتمل عدة أوجه وعدة تأويلات، ويعلم أن مزمل لم يكن يقصد سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن آداب لم يكن يقصد بالكلمة سب الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، آخر حاجة، قال إنهم شيعة أو إنهم ممولين من الشيعة، وكل كلام من باب الانتصار للنفس، كل كلام من باب الانتصار للنفس. ليس إلا عشان كده يا أنصار السنة، يا شباب أنصار السنة، خليكم واقفين مع الحق، ما تقيفوا مع الشيوخ، ما تقدسوا الشيوخ، لأنه أنتوا أكثر ناس كنتوا بتقولوا إنه الناس ما تقدس الشيوخ والناس ما عارف، أنتوا بقيتوا تعملوا نفس الكلام اللي كنتوا بتنهوا عنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يا أخواننا الفتنة القائمة بين أنصار السنة الآن تزول وتنتهي، وأنا أرى وأعتقد أن الحق مع مزمل فقيري ومع أبو بكر آداب، ليس وقوفا معهم ضد الشيخ محمد مصطفى، ولكن لأن الحق معهم ولأنهم استندوا إلى أدلة قوية جدا، والشيخ محمد مصطفى مخطئ ولكنه مكابر وأخذت مكابر ولديه بعض العزة التي تمنعه من الرجوع إلى الحق، والله سبحانه